أحيانا المرء يحصر السعادة بشيء فيبتلى بها. أقرب لك المعنى، إبراهيم عليه السلام وزكريا وهم أنبياء اشتهوا الولد، واضح؟ إبراهيم دعا ربه ليهب الله عز وجل له غلام فأعطاه إسماعيل، فأمره أن ينحر إسماعيل، واضح؟ هذا لا تحصر السعادة بشيء. زكريا عليه السلام دعا ربه أن يرزقه غلام فرزقه غلام، ومن الذي سماه؟ الله سماه يحيى فقتل أمام عينه. لهذا لا تحصر السعادة بشيء، فأحيانا نحصر السعادة بشيء فنملكها فنبتلى فيها، فنملكها فنبتلى فيها. فهناك ناس والله أنا سعادتي في الوظيفة، فلما تمنح الوظيفة يشعر أنه فقد بيته وزوجته وفقد كل شيء، وأخذ الله منه بقدر ما أعطى. لا، إذا السعادة الحقيقية فقط بمسألة واحدة، القرب من الله. ولو كنت مذنبا عاصا استغفر واقترب من الله. لهذا الله عز وجل يقول لزكريا: يا زكريا لو يعلم المدبرون شوقي إليهم حبي إليهم، هذا المدبر العاصي، فكيف المقبلين عليه؟ لهذا الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، حتى انظر الحكمة الإلهية، ما قال من رجل أو امرأة، قال من ذكر أو أنثى. لماذا قال؟ قال حتى الرجل، يعني الطفل لو عمل صالحا فناسب كل الأعمار. لو قال من رجل لقلنا البالغ، لا، حتى الله لا يضيع أعمال الأطفال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى قال وهو مؤمن، إذن هي السعادة. فلنحيينه حياة طيبة، ما قال سعيدة. ما معنى لماذا قال طيبة وما قال سعيدة؟ لأنه ربما الحياة الطيبة أن ترضى بقضاء الله وقدره، لأنه ربما يصيبك الحزن. بمعنى آخر، أنت مؤمن وتعمل صالح يصيبك الحزن، لكن تطيب النفس ويوفقك جل وعز أن ترضى بقضاء الله. لهذا لو قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة سعيدة، لنعلم أن المؤمن لا يحزن أبدا، وهذا منافي لسنن الكون. فالله عز وجل قال لا، حياة طيبة. لماذا؟ أنت ستحزن لكن سترضى حتى بالحزن، لأنه من الله، واضح؟ لهذا لا تحصر السعادة بمقصور عقلك، لا تحصر السعادة. لهذا انظر في القرآن من أوله لآخره واعلم أن كل شيء حصرت فيه السعادة. انظر كيف ختم الله عز وجل به الخطاب حتى أقرب لك المعنى وتبحث جيدا. معنى آخر، قارون: إنما أوتيت على علم عندي. وقالوا لا تفرح، إذا فرح بماذا؟ بماله. قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. فانظر لكل خطاب قرآني عن رجل حصر السعادة بشيء معين، انظر ماذا قال الله في النهاية.